غير نفسك. الشيء الوحيد الثابت في الحياة هو التغيير المستمر. لا تستطيع وضع رجلك في نفس ماء النهر مرتين، فإن الماء يتغير كما أنت تتغير. الجميع يفكر في تغيير العالم، ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. ابدأ التغيير من داخلك، ثم اجعله كدائرة تتسع مع الوقت لتشمل جميع من حولك. أكثر الناس ينتظرون شيئا ما ليتغيروا، وآخرون يتغيرون عندما تحدث لهم صدمة أو تتغير أدوارهم في الحياة. لكن أعظم التغير هو التغير المقصود الواعي النابع من التأمل والإرادة والشعور بالمسؤولية. الذي يريد تغيير كل شيء أو لا شيء لن يفعل شيئا. شخص واحد عاقد العزم يمكن أن يقوم بعمل تغيير كبير، ومجموعة صغيرة من الأشخاص عاقدي العزم يمكنها أن تغير مسار التاريخ. أعظم التحولات تأتي من أصغر التغيرات. تغيير بسيط في سلوكك يمكن أن يغير عالمك ويعيد تشكيل مستقبلك. احرص قبل أي خطوة، تغيير في حياتك، أن يكون حجم الفجوة معقولا بين وضعك الحالي والوضع الذي تريد تحقيقه. لن تصبح عامل التغيير إلا إذا توقفت عن فعل الأشياء التي ليس لها معنى. ابدأ بالضروري ثم انتقل إلى الممكن. تجد نفسك فجأة تفعل المستحيل. يمكن للإنسان أن يغير حياته إذا ما استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية. التغيير فحسب ليس تطورا، فالتطور تركيبة من التغيير والاستمرارية، وحين لا توجد استمرارية فلا يوجد تطوير. الطريقة الوحيدة لاكتشاف حدود الممكن هي تخطي هذه الحدود قليلا إلى المستحيل. نحن لا نتغير عندما نكبر، ولكن نكتشف أنفسنا أكثر فأكثر. وقتما وجدت نفسك في صف الأغلبية فقد حان وقت التغيير. هات البديل إذا أردت أن تغير وضعا خاطئا.